السلام عليكم، تحياتنا شبابنا الغوالي، قناتكم الأولى الخاصة بالبلاب. إذا ما مشترك اشترك ولايك للفيديو يوصل لك أي شيء جديد. محدثكم علي الصياد. فيديو اليوم يخص إيش وقت نقدم المي للمخاليف أو الأفراخ. هواي من الشباب من نقول لهم إنه إحنا ما نقدم مي للأفراخ بالفترة الأولى، شوي يكون عنده يعني تحفظ من هذا الموضوع أو ما يقتنع بالسالفة يعني كلها. فراح أقول لك ليش إحنا نقدم مي وإيش وقت نقدم مي. مخاليفنا اليوم دني مثل ما تعرفون انه احنا بنعطيكم اولياتهن اول باول من اول يوم التفقيس لحد ما سحبناهن لحد ما هسه صارن مخاليف. فابقوا ويانا خلينا نجيبهن بالكاميرا. فهسه المخاليف عمرهن صار تقريبا 37 يوم او 38 يوم. البارحه يلا قدمت المي الهن، اول مره نقدم المي. طبعا ما ينطلنا مجال، لا والله ما ينطلنا مجال، لا والله هاي 24 ساعه هيجي من اطلعهن يظلن يطيرن منا ومنا. المهم ف 37 يوم او 36 يوم او 38 يوم، المهم هالحوالي يلا قدمت المي لهم اول مره. ليش احنا ما نقدم المي ببدايه العمر؟ لان بدايه العمر التغذيه مالتهم بتكون احنا متحكمين بها. يعني الاغلب دا ينطي عجينه، سواء انه العجينه سريلاك كانت او خلطه هو مسويها لهم او اي اكل. يعني مثلا ينطي اكل ناشف، الاكل اليوم من عجينه احنا دا نعجنه بالمي، يعني كميات مناسبه من المي دا تروح وين؟ لتغذية المخلف. يعني اليوم احنا اذا انطيناه هاي العجينة وضفنا له المي نخليه يشرب، هنا راح يصير عنده زيادة بالمي بالجسم مالته. الضرق مالته رأسا راح يتحول سهال لين، من راح يتحول الضرق مالته سهال لين، الطير راح يصير خاوي، ما بيه حيل، نشاط ماكو، يضعف، يتمرض. هنا القصد شنو يعني؟ القصد احنا قاعد نقدم مي بطريقة غير مباشرة من خلال عجينة الأكل، مثل ما قلت لك عجينة الأكل كانت سريلاك أو خلطة أنت مسوي لي إياه. هنا احنا يعني اول وتالي قاعد نعجن بمي، والمي دا يروح للمخلف كلش كافي. والدليل على هذا انت تتابع الضروق مالته زين، شوف الضرق مالته اذا ناشف دا يطلع طبيعي بدون امساك، يعني ما عندك اي مشكله. اما اذا طلع سهال يعني عندك مشكله زياده بالمي. نجي على سالفه المي، شلون راح نقدمه لهن؟ بدايه الامر نقدم لهن المي 3 مرات باليوم، يعني الصبح نخليهم يطلعون يشربون يكملون يرجعون القفص، ما نخلي لهم بالقفص. الظهر كذلك، العصر كذلك، يعني 3 مرات باليوم يشرب على قد اللي يحتاجه. لان احنا شنو باقين دا نعطيهن عجينه، والاكل اكو بالقفص، بس بنفس الوقت قاعد نعطيهن عجينه. شو وقت ما نبطل نعطيهن عجينه المي لازم يكون ثابت بالقفص. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهده، انتظرونا باكر فيديو جديد وتحياتنا لكم. طبعا المخاليف سميتهن ذهب وفضه. فضة اللي هي الكبيرة هاي أم الحلقة الزرقاء والحمراء، وذهب المخلف الصغير اللي أنا شاك بيه يطلع فحل، خليت له حلقة ذهبية وسوداء. تحياتنا.